بسم الله الرحمن الرحيم. أوفيس 365 يضع بين أيدينا حزمة من التطبيقات المهمة، ولعل أكثرها تداولاً المراسلة الإلكترونية لا ميساجري أونلين عبر تطبيقه أوتلوك. في هذا الفيديو سنتعرف على واجهة البرنامج، كيفية تنظيم الكوري والرسائل التي يتضمنها، ثم التطلع على مختلف الخدمات والاستفادة منها. إذن لنبدأ على بركة الله. أول شيء نقوم به هو تسجيل الدخول إلى موقع أوفيس 365 باستعمال البريد الإلكتروني تعليم.ma ثم كلمات المرور الخاصة به. سكونكتي. تفتح لنا هذه النافذة التي تضم مجموعة من التطبيقات التي أشرت إليها، وهي جد مهمة ومتاحة بالمجان. يستحسن استعمالها وتعرف خدماتها والاستفادة منها، لكن ما يهمنا في هذا الفيديو هو تطبيق أوتلوك، والذي يمكن إليه الدخول إليه بالنقر على هذه الأيقونة في هذا المكان، أو الذهاب إلى لونسور دابليكاسيون والضغط على أوتلوك. هكذا نصل إلى الواجهة الرئيسية لانترفاس برانسيبال دو لابليكاسيون، وكما تلاحظون فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم في أقصى اليسار هو الفولي الخاص بالملفات مرتبة حسب محتوياتها، الفولي سنترال وهو خاص بالرسائل مرتبة تلقائيا حسب معيار التاريخ، ويمكننا تغيير هذا المعيار بالذهاب إلى فيلتري ثم تغيي، ثم نختار المعيار الذي نود ترتيب الرسائل حسبه، إما من المصدر أو لطاي أو الموضوع أوبجي. وكما تلاحظون فهنا لدينا رسالتين مكتوبتين بخط بارز أكثر من باقي الرسائل، هذا دليل على أن الرسالتين جديدتين لم أطلع على محتوياتهما. إذن بالضغط على إحداهما سيظهر هنا في الجانب الأيسر وهو الخاص بقراءة لا ليكتور لو فولي دو ليكتور محتوى الرسالة، ويمكن الاطلاع عليها وعلى مضمونها، ويخول لي كذلك مجموعة من الخصائص للتعامل مع هذه الرسالة من قبيل الطبع، يمكن طبعها من هنا، أو المسح ويمكن حذفها إذا تبين بأن محتواها ليست له أهمية، كما يمكنني الرد على صاحبها مباشرة من هنا répondre بشكل فردي، ويمكنني إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص انطلاقا من هذا المكان في آن واحد، ولدي كذلك مجموعة من الخاصيات بالضغط على ثلاث نقاط الحذف. هذه الخاصيات يمكن استعمالها وتطبيقها على الرسالة موضوع القراءة الحالية من قبيل transférer بتحويلها إلى رسالة أو بريد إلكتروني آخر، أو تغادوير بترجمتها إلى لغات أخرى. هناك عملية تنظيمية كذلك للافيشاج ديال الانترفاس، وذلك بتكبير أو تصغير حجم ليفولي بوضع علامة كيرسور فوق الخط الفاصل بين كل جزء، ثم سحبه إلى اليمين لتكبيره أو سحبه إلى اليسار لتصغيره بعد ظهور تلك العلامة التي رأيتم أمامكم. نفس الطريقة هنا بالنسبة لليفولي الدوسي، إما تصغيرها أو تكبيرها. وكما تلاحظون أنه بمجرد أن ضغطت على الرسالة هنا وأشرت عليها تم تأثيرها بمستطيل أزرق، باعتبار أنها هي الآن المعنية بالقراءة في هذا لوفولي دو ليكتور، وفتحت في الأعلى كذلك مجموعة من الخاصيات للتعامل معها من قبيل سوبريمي، وهي تهدف إلى حذف الرسائل المؤشر عليها، إذ بعد تحديد الرسالة يمكن حذفها بمجرد الضغط على سوبريمي، ويمكن حذف الرسائل من أماكن أخرى كذلك من غير هذه البوابة من خلال اللائحة الرئيسية للرسائل بالضغط على لكوربي، أو من خلال لوفولي دو ليكتور بالضغط على لكوربي كذلك. إذن هنا ثلاث طرق لمسح الرسائل وحذفها من لابوات دو ريسيبسيون، لأن الحذف هنا في البرنامج ليس حذفا نهائيا، فالبرنامج فقط يقوم بتحويل هذه الرسائل من لابوات دو ريسيبسيون ليضعها في ملف خاص وهو إليمون سوبريمي. إذن إذا قمت بحذف هذه الرسالة سوبريمي، فالبرنامج قد حذفها من لابوات دو ريسيبسيون وقد وضعها في إليمون سوبريمي، ووضع لي هنا الرقم 4 بعد أن كانت 3، باعتبار أن ملفا أو رسالة أخرى قد أضيفت إلى اللائحة. سأدخل إلى إليمون سوبريمي وسأجد الرسالة التي قمت بحذفها، يمكنني إرجاعها إلى لابوات دو ريسيبسيون، ويمكنني كذلك الاطلاع على محتواها هنا في لوفولي دو ليكتور من هذا المكان وتعديلها باعتماد الخاصيات التي سبق أن تطرقنا إليها. إذا لنرجع هذه الرسالة إلى مكانها
بالضغط على ريستوري او ديبلاسي في بواط دو ريسيبسيون. هذو خيارين يمكن من خلالهما ارجاع هذه الرساله الى لا بواط دو ريسيبسيون. ساختار ريستوري. اذا ساذهب الى لا بواط دو ريسيبسيون، سنجد الرساله قد تم اعادتها الى مكانها. ساضغط عليها كذلك لكي تظهر لي اللائحه الخاصيات الموجوده في الاعلى. اذا بعد سوبريمي لدينا كذلك ارشيفي، وهي خاصيه يقوم خلالها التطبيق بنقل الملف المحدد سلفا من لا بواط دو ريسيبسيون ليضعه في ملف خاص كذلك، وهو ملف الارشيف يسمى هنا ارشيف. اذا قمت بالضغط على ارشيفي فالبرنامج قام باخذ الملف من لا بواط دو ريسيبسيون ووضعه في ملف ارشيف. اذا دخلت الى ملف ارشيف فساجد مباشره الرساله التي قمت بارشيفها بتحويلها الى هذا الملف. اقوم بارجاعها ديبلاسي فير بواط دو ريسيبسيون. اعود الى لا بواط دو ريسيبسيون، اجد الرساله قد تم اعادتها الى مكانها. اضغط عليها لكي تعود لو ريبون دي زابليكاسيون ا اكزيرسي سور سو ميساج كوري انديزيرابل. فمن باب الامان اوتلوك يتوفر على فلتر. هذا الفلتر يقوم البرنامج بالاطلاع على محتوى الرسائل وفحواها لكي يصنفها ما اذا كانت مرغوب فيها او مزعجه او كانت من عنوان غريب او مجهوله المصدر، ليضعها في ملف خاص ليس في لابواط دو ريسيبسيون وانما في ملف كوري انديزيرابل بشكل تلقائي. اذا كان محتواها غير مرغوب فيه او كانت من شكل امسوناج، يعني ما يهددنا مثلا بالاطلاع على محتوياتنا او معلوماتنا او ما يسمى بالقرصنه، ويمكننا توقيف هذه الرسائل مباشره وعدم التوصل بها نهائيا من الان فصاعدا بالضغط على بلوكي. اذا نختار الرساله المشكوك فيها ونضغط على بلوكي، فهي ستعتبر بانه رساله غير مرغوب فيها او بانه مثلا تشكل خطرا علينا ولن نتوصل مستقبلا باي رساله من هذا العنوان او من هذا المصدر. لدينا هنا كذلك رونجي، وهي تهدف بالضبط الى تنظيم محتويات لا بواط دو ريسيبسيون. فكما تلاحظون فالرسائل كلها توجد داخل لا بواط دو ريسيبسيون، نريد تنظيمها مثلا عن طريقة رونجي. فهو يقول لي الرسالة التي انا اشرت عليها والتي هذا هو مصدرها، يقول البرنامج بالنسبة للرسائل الاتية من هذا المصدر ماذا تريد ان افعل بشانها. ديبلاسي تو لي ميساج دو دوسي بواط دو ريسيبسيون، هل اخذ جميع الرسائل الموجودة في لا بواط دو ريسيبسيون، أم أخذ جميع الرسائل الموجودة في لابواط دو ريسيبسيون والرسائل التي ستأتي مستقبلا لأضعها داخل ديبلاسي فير. وهنا يحدد هو بار ديفو إليمون سوبريمي، أنا سأحدد له ملفا خاصا مثلا أرشيف. سأقول له من الآن فصاعدا الرسائل الآتية من هذا المصدر أو من هذا العنوان من الآن فصاعدا. يجب أن نختار الاختيار الثاني لكي يقوم بنقل الرسائل الموجودة حاليا والمستقبلية، يضعها في أرشيف، يضعه أوكي. هكذا أكون قد وضعت قاعدة للبرنامج سيقوم من خلالها بتحويل جميع الرسائل الآتية من المصدر الذي حدده ليضعها في الأرشيف. أصادق على ذلك بالضغط على أوكي. هكذا الآن البرنامج أخذ الملف من لابواط دو ريسيبسيون ووضعه في الأرشيف. ومن الآن فصاعدا فأي رسالة قادمة من العنوان الذي سبقا حددناه سنجدها هنا في الأرشيف. سنرى ذلك فيما بعد عن طريق الإعدادات. نعود إلى لابواط دو ريسيبسيون، نختار رسالة مثلا إلى جانب رونجي. لدينا كذلك ديبلاسي فير، وهي خاصة بالرسالة موضوع القراءة التي أشير عليها. إذا هذه الرسالة هنا يقترح علي البرنامج مجموعة من الاختيارات ديبلاسي فيغ اوتخ واوتخ، هي توجد هنا إلى جانب بروبريتير في لابواط دو ريسيبسيون جنبا إلى جنب. سأقول حول هذه الرسالة من بروبريتير إلى اوتخ إذا ضغطت على اوتخ، أو دائما إذا توصلت برسالة من هذا العنوان أو هذا المصدر حولها إلى اوتخ، توجور ديبلاسي فيغ اوتخ، أو أختار له ملفا آخر يضعه ضمنه. إذا فهو إلى حد ما أشبه بالقاعدة التي وضعناها في رونجي. لدينا كذلك هنا في الجانب مجموعة من الخاصيات الأخرى ولعل أبرزها كاتيغوري، وهي عملية تنظيمية نتوخى من خلالها تنظيم محتوى الرسائل التي توجد داخل لابواط دو ريسيبسيون.
فالرسالة التي نشرت عليها مثلا حسب مصدرها أو حسب مضمونها أو حسب فحواها سأعطيها اللون الأزرق، وستعتبر دائما كاتيغوري بلو، يعني بمجرد تصفح الرسائل هنا أي رسالة زرقاء فأنا أعرف فحواها أو مصدرها. يمكنني كذلك إضافة كاتيغوري أخرى بلون آخر أورانج، ولكن باختيار نوع آخر من الرسائل مثلا خاص بميكروسوفت، سأضع لها لونا خاصا كاتيغوري وسأعطيها مثلا لونا أحمر. إذا جميع الرسائل الآتية من مايكروسوفت فهي مميزة الآن باللون الأحمر. هكذا تكون علبة الاستقبال مميزة بألوان مختلفة، ويمكن ولوج الرسائل ضمنها بسهولة. ويمكننا كذلك تنظيم الرسائل التي نتوصل بها ضمن ملفات عن طريق إنشاء دي سو دوسيي أو سكون نابيل دي سو زونسومبل، وذلك في لوفولي الخاص بالملفات في أقصى اليسار. وكما تلاحظون فهو يتكون من 3 عناصر: فافوري، دوسي، ثم جروب. هنا جروب فهي مثلها مثل الواتساب، يمكن إنشاء مجموعات واختيار عناصر للتواصل معها باستعمال ليزيماي ديالهم تعليم بوان ام ا. إذا نريد إنشاء ان سو دوسي، إذا دخلنا إلى فافوري بواد دو ريسيبسيون وضغطنا على الزر الأيمن للفراغ فلن نحصل على كري ان سو دوسي، لذلك سنذهب إلى دوسي بوات دو ريسيبسيون، كليك دروا، كريي ان سو دوسيي، وهو الان يطلب مني اعطائه اسم. نسميه مثلا سيرتي بورت اونتري. اذا كما تلاحظون فقد تم انشاء ان سو دوسيي ضمن لا بوات دو ريسيبسيون اللي هو سيرتي بورت. الان ساقوم بتحويله من دوسيي لاضعه ضمن ارشيف، وهي القائمه الافتراضيه المفضله التي نتعامل بها بكثره. إذا كيف أقوم بذلك؟ سأذهب إلى فافوري ديبليي، ثم أذهب إلى أجوتي أن فافوري فوالا، وأبحث عن اسم الملف أو بالدخول إليه والذهاب إلى سيغتو بوت والضغط على هذه النجمة أجوتي أو فافوري. إذا بمجرد أن نضغط على هذه النجمة سيقوم البرنامج بتحويلها مباشرة إلى فافوري. كما تلاحظون فقد تم إنشاء الملف ضمن فافوري. الآن سنقوم فقط بعملية السحب، يعني سنسحب الرسائل من لابواد دو ريسيبسيون حسب مصدرها سيغتي بورت ونضعها داخل هذا الملف. إذا سأبحث عن رسالة من سيغتي بورت، فوالا سيغتي بورت، وسأسحبها إلى سيغتي بورت وأضعها، ثم سيغتي بورت وأضعها سحب غليسي ديبوزي، غليسي ديبوزي. هكذا أقوم بنقل الرسائل من لابواد دو ريسيبسيون إلى الملف الذي أنشأته، لو سو دوسي الذي أنشأته. إذا كما تلاحظون فلابواد دو ريسيبسيون قد نقصت وأصبحت أكثر خفة. وإذا أردت أن أضيف ملفا آخر، أن سو دوسي آخر، ما علي إلا اتباع نفس الطريقة، ويمكن اعتماد ذلك مثلا في الإدارات بكثرة، مثلا باستعمال ملفات ونعطيها عنوان المواسم الدراسية 2019 2020 2020 2021، ونضع الرسائل ضمنها بترتيب تاريخي. ويمكن كذلك اعتماد ترتيب آخر باعتماد المصادر، مثلا اعطاء اسم للملف باسم الموارد البشرية، اسم مثلا أبوي سوسيال، اسم مثلا تجهيزات والممتلكات، إلى غير ذلك من المصالح والأقسام الخاصة سواء بالنيابة أو بالأكاديمية. إذا كل ملف سنضعه داخل الملف الخاص، كل عفوا رسالة سنضعها داخل الملف الخاص بها. لنرى الآن كيف يمكننا إرسال رسالة إلى شخص محدد بعد تحريرها وكتابتها، أو إلى مجموعة من الأشخاص في آن واحد، وإرفاقها بمرفقات إذا أرغبنا في ذلك. لدينا طريقتين. الطريقة الأولى وهي فلوفولي دو ليكتور، إذ بمجرد أن نكون في لوفولي دو ليكتور فنحن في محادثة مفتوحة مع شخص محدد، ويمكن الرد على رسائله أو إرسال رسائل أخرى إذا رغبنا في ذلك، وذلك بالضغط على ريبوندر. إذ بمجرد أن نضغط على ريبوندر تفتح لنا هذه النافذة، فكما تلاحظون فهو لم يطلب مني لا عنوان المرسل إليه ولا موضوع الرسالة، باعتبار أنني في محادثة مع شخص محدد، ورسائلنا فهي مرتبة واحدة تلو الأخرى عن طريقة كيستيون ريبونس. الآن ما علي إلا تحرير كلمات الرسالة أو محتوى الرسالة هنا، ويمكنني التعديل عليه لاميز اون فورم باعتماد ليزوتي الموجودة هنا في الأسفل. وإذا أردت أن أوفقه بمرفقات ما علي إلا الضغط على جويندر
ثم باركورير سات اورديناتور لأحمل الملف من الحاسوب. ستفتح لدي هذه النافذة للبحث عن مكان الملف الذي أود أن أرفقه بالرسالة. سأختار مثلا هذا الملف ثم أضغط على أوفغيغ، فالبرنامج الآن يقوم بتحميل هذا الملف. البرنامج الآن قد انتهى من تحميل الملف، والدليل على ذلك هو ظهور علامة تيليشارجي. هذا دليل على أن البرنامج قد أتم عملية تحميل الملف. إذا ما علي الآن إلا الضغط على أونفوي لكي أرسل هذه الرسالة إلى المرسل إليه. أونفوي. إذا لقد تم إرسال الرسالة إلى الشخص المعني. وكما تلاحظون فقد أخبرني بوصول الرسالة باعتبار أنني أرسلتها إلى نفسي، وسأجدها في لابواد دو ريسبسيون، فهي قد وصلت. ويمكننا اعتماد طريقة أخرى، وهي إذا ما رغبنا في إرسال رسالة إلى شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص الآخرين بالذهاب إلى نوفو كوريي، نضغط عليها ثم يفتح لنا هذا لو بانيل لتحرير الرسالة. وكما تلاحظون فهو يطلب مني هنا إدخال اسم المرسل إليه، وأمامها سي سي إي، والسي سي إي تعني كوبي كاربون انفيزيبل، إذ هنا نضع البريد الإلكتروني للمرسل إليهم الأولين، حيث تكون معلوماتهم مخفية حفاظا على حياتهم الخاصة، بعكس المرسل إليهم الثانويين الذين نضعهم هنا، فهنا معلوماتهم غير مخفية، ويمكن للمرسل إليهم الموجود في الأعلى هنا أن يطلع على معلومات الموجودين هنا في الأسفل، والعكس غير صحيح. سي سي وهي كوبي كاربون فهي غير مخفية ويمكن الاطلاع عليها، وهنا نضع فقط لديستيناتير الثانويين الذين لا نرغب في ردهم على رسالتنا، بل هدفنا من وجودهم أو إرسال الرسالة إليهم هو مجرد تقاسم وتشارك ليس إلا. ثم نضع هنا أوبجي يعني موضوع الرسالة التي نود تحريرها، وهنا في هاد لازون نحرر موضوع الرسالة التي نرغب في إرسالها إلى هؤلاء الأشخاص، إما فرد بمفرده نضعه هنا ضروري، أم إذا كان مجموعات من الأفراد فيمكن تقسيمهم إلى عدة مرسل إليهم. إذا نحرر هنا موضوع الرسالة، ثم يمكننا التعديل عليها بلاميز أون فورم باستعمال ليزوتي الموجودين هنا، ويمكننا كذلك إرفاقها بملف كما رأينا سالفا، ثم نضغط على أونفوي من هنا أو من هنا، وهكذا نكون قد أرسلنا الرسالة إلى المعنيين بالأمر. ويمكننا في أي لحظة أبوندوني لونفوا أو لا ريداكسيون دو ميساج عن طريق أبوندوني. وفي بعض الأحيان قد يمكن أن نكون في أثناء تحرير الرسالة ونتوقف ولم نتمم عملية الإرسال، فالبرنامج يقوم بشكل أوتوماتيكي بتسجيلها في بغويون، في هذا الملف الموجود هنا في لوفولي دو دوسي. نذهب إلى بغويون سنجد الرسالة التي لم نتممها، ويمكننا التعديل عليها أو تغييرها ثم إجراء تعديلات عليها لإرسالها إلى الشخص من جديد. نمر الآن إلى إجراء بعض لا كونفيغوراسيون على البرنامج من خلال الخاصيات المتاحة التي يتيحها تطبيق أوتلوك، وأولها بالذهاب إلى الكارت فيزيت الخاصة باسم المستخدم والتي توجد هنا، إذ بمجرد أن نضغط عليها نحصل على الكارت فيزيت الخاصة باسم المستخدم لادغيس إيميل ديالو، ثم كذلك يمكننا تغيير الصورة انطلاقا من هذا المكان بالضغط على لاباراي الموجودة هنا. ستفتح لنا هذه النافذة التي تطلب منا اختيار مكان الصورة التي نود وضعها في البروفيل، نضع شوازير، نختار مثلا هذه الصورة ثم نضغط أوفرير، وكما تلاحظون فالبرنامج الآن يقوم بتحميلها لوضعها على البروفايل الخاص بنا. ننتظر لحظات. إذا كما تلاحظون فالبرنامج قد قام بتحميل الرسالة ووضعها في البروفايل الخاص بي. إذا رغبت في ذلك فسأقوم بالضغط على انغوجستري. أنا لن أضغط على انغوجستري باعتبار أن لدي صورة، إذا سألغي العملية أنولي. إذا هذه طريقة تبين كيفية وضع صورة على البروفايل الخاص بنا. إذا نضغط على الأباراي ستفتح لنا هذه النافذة، تطلب منا اختيار المكان التي توجد في الصورة التي نرغب في تحميلها، نذهب إليها نقول بالضغط على أوفرير فيقوم البرنامج بتحميلها ووضعها هنا في المكان الخاص بها، ونضغط على انغوجستري بطبيعة الحال. الآن سأضغط على أنولي. نمر كذلك إلى الإعدادات الخاصة بالبرنامج بالضغط عليها من هذا المكان بارامتر، وقبل ذلك لا بأس أن نلقي نظرة على هاد لي بوتي زيكون. إذا هذا خاص بالنوتيفيكاسيون، هذا خاص بالمستجدات التي
في لا ميزاجور ديال لابليكاسيون، يعني اذا دخل شي مستجد في لا ميزاجور فهو يخبرنا هنا بوضع علامة واحد او اثنان على حسب عدد المستجدات التي اضيفت من خلال لا ميز اجور. قلنا بالضغط على الاعدادات بارامتر فهو يفتح مباشرة على هذا لو بوتي موني رابيد، وهو يخص لو تيم، يعني خاص بواجهة البرنامج، فكما تلاحظون فهي باللون الابيض بشكل تلقائي بار ديفو، يمكننا تعديلها بالضغط او اختيار اللون المناسب مثلا الازرق، فكما تلاحظون بمجرد ان ضغطت على اللون الازرق اصبحت الشاشة على اللون الازرق الواجهة الرئيسية للتطبيق، ويمكن اختيار صورة اخرى لوضعها على هذا المنوال. لدينا كذلك اختيار مود سومبر وهو اللون الاسود، اذا بمجرد ان اكتفي هذا لو بوتون سيصبح لون البرنامج اسودا. بواد دو ريسبسيون بروبريتير، وهذه الايقونه خاصه بلابواط بروبريتير الموجوده هنا لنا في الفولي سونترال الخاص بالرسائل، اذ بمجرد ان اقوم بعدم تفعيل لا ديزاكتيفي سيذهب الملف الخاص بلا ريسبسيون ريبيرتوار، واذا ما اردت ارجاعه ما علي الا تفعيلها اكتيفي وسيعود كما كان من قبل. نوتيفيكاسيون دو بيرو، اذا قمت بتفعيل هذه الرساله فعندما يكون حسابي مغلقا اسمح للمتصفح باخباري برساله نوتيفيكاسيون سونور باعتبار ان لدي رساله قد وصلتني لافتح الحساب من جديد لاطلع عليها. اذا هذه علاقه ما بين الابليكاسيون والمتصفح، اذا قمت بتفعيلها فساتوصل دائما باشعارات تخبرني بدخول رسائل او وصول رسائل. دونسيتي دو لافيشاج، وهذه خاصة بالرسائل الموجودة في الفولي سونترال، إذا ما كنت أرغبت في أن تكون كومبليت كما هو الحال الآن أو موين أو كومباكت، أنا أفضل كومبليتمون كما هو الحال. أفيشاج كونفيرساسيون، إذا كيف يمكنني أن أظهر الرسائل الموجودة عندي هنا في الفولي سونترال؟ هل أضع الرسائل الجديدة هي الأولى في الأعلى كما هو الحال الآن، أم أضع الرسائل الجديدة اون ديغني في الأسفل، أو أقوم بعدم تفعيل هذا لو فولي؟ إذا أنا أتركها باغ ديفو كما هي، الرسائل الجديدة مرتبة دائما في الأعلى. فولي دو ليكتور، لو فولي دو ليكتور هو الشاشة التي تعرض فيها أو لو فولي الخاصة بقراءة محتوى الرسائل التي ننقر عليها هنا، هل أضعها على اليمين كما هي باغ ديفو أم أونبا في الأسفل؟ إذا اخترت أونبا فستصبح شاشة العرض هنا في الأسفل وستصبح الرسائل في الأعلى. لدينا اختيار كذلك ماسكي أو إخفائها ديفينيتيفمون، فلم تعد هنا لدينا شاشة عرض، ويمكن إرجاعها بالضغط على أفيشي أضغط لتبقى كما كانت باغ ديفو. هنا لدينا العديد من الإعدادات الأخرى التي يمكننا الاطلاع عليها وتطبيقها في البرنامج pour le bien configurer، إذا ما علينا إلا الضغط عليها في هذا المكان. تفتح لنا هذه النافذة أمامنا كما تلاحظون، وهي تتكون من عدة عناصر: جينيرال، كوريي، كالندريي، بيرسون، أفيشي، لي باراميتر رابيد. لي باراميتر رابيد هما لي باراميتر اللي شفناهم في أول مرة دخلنا إلى باراميتر من هنا التي قمنا بتغيير لون الانترفاس دو لابليكاسيون من خلالها. نبدأ بجينيرال، فجينيرال تتكون كذلك بعدة عناوين أو عدة خاصيات. الخاصية الأولى خاصة باللغة والساعة، إذا من هنا يمكن تغيير الساعة اللغة عفوا، تغيير التاريخ، الساعة، لو فيسو أوغير. إذا قمنا بتغيير أي شيء في هذه اللائحة ما علينا إلا الضغط على أنغوجيستري ليقوم بتفعيل التغيير. أنا لم أغير شيئا، سأضغط على أبوندوني. لدينا كذلك أبارونس، وهي أشبه بالمنيو ديماغي الذي سبق أن رأيناه من قبل، وكما تلاحظون فاللون الأزرق هو المؤشر علينا، يمكن إرجاعه أبيض كما كان من قبل بار ديفو، إذا فهو قد تغير لونه. يمكن أن أجعله لونا أسودا سومبر بتفعيل هذا الزر هنا، وبالتغيير أضغط على أنغوجيستري فهو يقوم بتفعيل التغيير. لدينا كذلك نوتيفيكاسيون، نوتيفيكاسيون فهي خاصة بالإشعارات التي نتوصل بها بمجرد توصلنا برسالة أو النابل، إذا فسأتركها باغ ديفو كما هي مفعلة هنا الآن، إذ بمجرد توصل رسالة فسيصدر
البرنامج صوتا وسيضع لي هنا رقما واحدا باعتبار انني توصلت برسالة او بمكالمة. نوتيفيكاسيون دو بيرو وهي التي سبقا اشرنا اليها في المنيو ديماري، اي مونفوي دي نوتيفيكاسيون دو نافيغاتور لوسكان ميساج اغيف، يسمح للمتصفح بان يرسل الي رسالة او اشعارا باعتبار انني توصلت برسالة اذا قمت بتفعيلها بطبيعة الحال من هذا المكان. Conversation. Lorsqu'une nouvelle conversation arrive, afficher une notification et émettre un signal sonore. نعم وهذا ما نرغب فيه، يعني بمجرد توصلنا برسالة يقوم البرنامج بإشعارنا عن طريق إصدار صوت. هنا afficher une notification simplement sans signal sonore وهنا ne rien faire. Confirmation des actions. يعني إذا قمت بديبلاسي رسالة أو حذفها أو وضعها في الأرشيف فالبرنامج يوافق على ذلك بكل سهولة. كوفيرمي كو لاكسيون ريوسي. كاتيجوري وهذه كذلك رأيناها فيما قبل وهي بإعطاء ألوان وتصنيف الرسائل التي توجد في الفولي دو سونترال دو لابواد دو ريسيبسيون لإعطائها ألوان وتمييزها عن بعضها لكي يسهل علينا تصنيفها والبحث عنها بكل سهولة. أكسيبيليتي. Accessibility وهي خاصة بالناس الذين يستعملون لغاكورسي دو كلافي بكثرة، إذا بتفعيلها بوضع علامة هنا في أوتلوك يسمح لنا البرنامج بالتعامل مع الكلافي بأوتلوك، يعني إذا أردت أن أكتب النوفو ميساج ما علي إلا الضغط على إن في الكلافي وستفتح لدي النافذة بكل سهولة لتحرير الرسالة. ويمكن الاطلاع على قائمة مفاتيح لغاكورسي دو كلافي بالضغط هنا كليكي ايسي. هذه هي قائمة لغاكورسي دو كلافي التي يمكن اعتمادها والتعامل بها مع الاوتلوك بإصدار الأوامر. مثلا كري ان نوفو كوريي، إذا نضغط على ان. هذا على سبيل المثال، أترككم للاطلاع عليها واستعمالها لأنها عملية. ديزاكتيفي لغاكورسي كلافي، هذا إذا لم نكن نرغب في تفعيلها سنقوم بديزاكتيفي هنا. نذهب إلى أباراي موبيل وهي نافذة خاصة بعرض لائحة الأجهزة الإلكترونية التي قمنا بربطها بحسابنا للدخول إليه. فبوضع الكورسور على الشريط الخاص بالجهاز تفتح لنا هذه القائمة من الخاصيات الأولى وهي موديفي، وهي تسمح لنا بالاطلاع على الورقة التعريفية الخاصة بالجهاز المرتبط بالحساب. نضغط عليها تفتح لنا قائمة من التعريفات والمعلومات الخاصة بالجهاز المرتبط بحسابنا من قبيل الاي دي لو كود اللي هو ايدنتيفيون انفورماتيك. لدينا كذلك لو سيستيم ديكسبلواتاسيون وهو عباره عن الاندرويد، يعني ان الجهاز هنا المرتبط بالحساب هو عباره عن هاتف محمول او لوحه رقميه. لدينا كذلك تاريخ اول ارتباط له بالحساب، ولدينا كذلك ديغنيير سانكرونيزاسيون وهو اخر تزامن ما بين الجهاز واوتلوك اونلاين. هذه كلها معلومات خاصه بالجهاز المرتبط. اضغط على اوكي. لدينا كذلك لاكوربي وهي خاصة بحذف هذا الجهاز بصفة نهائية من قائمة الأجهزة المرتبطة بالحساب. لدينا كذلك هنا أكتواليزي وهي خاصة بتحيين معلومات هذا الجهاز. لدينا هنا إفاسي تولدوني وهي خاصة بمسح جميع المعطيات التي تتعلق بهذا الجهاز ويمكن تحيينها من هنا كما سلفنا الذكر. لدينا هنا كذلك الاطلاع على هذه القائمة، فتلاحظون بأن هنا الجهاز المرتبط ب الحساب هو يستعمل نظام ويندوز، هذا دليل على انه حاسوب لو موديل دو لاباغاي وهو نوع الحاسوب المرتبط بالحساب. نضغط على اوكي. لدينا كذلك هنا نو با انفوي دو كونفيرماسيون دو ليكتور بور لي ميساج لو سور لي اباغاي كي يوتيليز اكسشانج اكسايف سانكرونيزاسيون. هنا اذا وضعت علامه واشرت عليها كلما أردت الدخول إلى الأوتلوك من أي جهاز آخر فهو سيطلب مني الموافقة، أنا سأتركها غير مفعلة لكي أدخل إلى الأوتلوك بدون مشاكل. وهنا إذا رغبنا في تحميل تطبيق الأوتلوك الخاص بالحاسوب أو الهاتف ما علينا إلا الضغط على هذا الرابط هنا. Group de distribution. هذه الخانة غير مفعلة حاليا ولا يمكننا التعامل بها باعتبارها أنها فلو. ستوكاج وهنا يبين لنا مساحة التخزين الخاصة بتطبيق أوتلوك التي تناهز 50 جيجا. أنا الآن أستغل فيها فقط 26.57 ميجا أوكتي وهذا جد قليل إذا مقارنة مع المساحة التي تبقى
خاصة بتخزين الرسائل ومحتويات التطبيق أوتلوك. Confidentiality et données. هنا في هذه النافذة البرنامج بمجرد أن أجري بحثا في لابار دو ريشيرش هنا في الأعلى، بمجرد أن أضع لو كورسور وأضغط، فهو يقترح إلي مجموعة من الاقتراحات باعتبار أنه حفظ الهيستوريك الذي أعتمده. أنا الآن سأقوم بسبرمي الهيستوريك لكي لا يقوم بذلك، فهو الآن بمجرد أن أضغط يتركني أبحث عما أريد تلقائيا بدون أن يقترح علي مقترحاته. ريشيرش يعني إذا قمت بإجراء بحث هنا في لابار دو ريشيرش هنا في الأعلى باستعمال لو موتور دو ريشيرش الذي يتوفر عليه الأوتلوك، هل أرغب في اقتراحاته أحسن الاقتراحات؟ نعم بطبيعة الحال. نكوشي وأفشي للميور غيزولتا وسأتركها كما هي تلقائيا. نذهب إلى كوريي. كوريي تبدأ بديسبوزيسيون، وهذه قد سبق أن رأيناها في المنيو ديماري، يعني كيف يمكننا ترتيب الرسائل اوتور دو ميساج كومبليت كما راينا سابقا. اورغانيزاسيون دي ميساج غوغروبي لي كوريي بار كونفرساسيون، نتركها كما هي. كومون فولي فو افيشي لي ميساج دون فو كونفرساسيون، ميساج لي بلو ريسون اون برومي، يعني الرسائل الجديده دائما هي في الاعلى، نتركها كما هي. فولي فو فوار لي زيليمون سوبريمي دون فو كونفرساسيون، هل تريد ان ترى الرسائل التي تم حذفها سابقا في عرض المحادثات التي انت بصددها؟ نعم نتركها مفعله كما هي. افيشي لي زيليمون سوبريمي. ايماج ديكسبيديتور، هل ترغب في ان تظهر لك صور المراسلين الذين تتراسل معهم؟ نعم افيشي لي ايماج دو ليكسبيديتور. فولي دو ليكتور، لو فولي دو ليكتور هو الجانب الذي يخص قراءه الرسائل، ترغب في ان يبقى الى جهه اليمين كما هو اوتوماتيكمون ايسي بار ديفو، أو تضعه في الأسفل كما رأينا سالفا، أو لو ماسكي. Quel événement doit se produire quand vous dépassez ou déplacez ou supprimez l'élément que vous consultez؟ ماذا تريد أن أفعل عندما تقوم أنت بحذف رسالة أنت بصدد الاطلاع عليها؟ أقول له أبغي l'élément suivant، افتح الرسالة التي بعدها. Que voulez-vous que nous fassions quand vous vous connectez؟ إذا بمجرد أن أتصل أو أفتح صفحة الأوتلوك، ماذا تريد من البرنامج أن يقوم به؟ أوفغيغ لو برومي ميساج دون لا ليست، أن يفتح لك مباشرة باغ ديفو الرسالة الأولى الموجودة لديك في لائحة الرسائل، أو يترك لك الاختيار. مو لسي سيليكسيوني لو ميساج أليغ أون برومي، أنا سأختار. فورما دو ليست دي ميساج، كومون فولي فو أفيشي فو ميساج، كيف تريد أن تظهر لك الرسائل؟ نو de l'expéditeur en premier، نعم اسم المرسل هو الأول قبل لوبجي، هو من يرغب في لوبجي، في ظهور لوبجي هو الأول، ما عليه إلا الضغط هنا الاختيار، هذا الاختيار. تكست دابيرسو دي ميساج، افيشاج دو يعني إظهار محتوى الرسائل، نعم افيشي لو تكست دابيرسو. ابيرسي اون ليني، هاتي الخاصية تهم لليان، يعني إذا قمت بإرسال رابط إلى شخص ما في رسالة، فهو بمجرد أن يفتح الرسالة تظهر إليه نافذة تبين له محتوى الرابط قبل أن يضغط عليه، طلع على محتواه ومضمونه. نعم سأتركها مفعلة كما هي. En tête de date، إذا كنت بصدد كتابة رسالة سأجعل التاريخ هو في الأعلى، نعم سأتركها كما هي. Composer et répondre، وهذه جد مهمة أنصحكم باستعمالها، وهي لا سيناتور إلكترونيك، يعني أجعل جميع الرسائل التي أرسلها مختومة بطابعي الخاص بمعلوماتي الخاصة، يعني كلما توصل مرسل إليه برسالتي فهو يعرف مصدرها انطلاقا من التوقيع الذي أرسله. كيف ذلك؟ يمكننا تحريرها في هذا لازون، كتابتها ثم التعديل عليها باستعمال ليزوتي الموجودة هنا لدينا في الأعلى، أو يمكن تحميلها بعد أن قمنا بتعديلها بالنطق لوجيسيال. أنا قمت بكتابتها في الوورد، سأقوم فقط بتحميلها كوبي، أضعها هنا كولي، وكما تلاحظون فلا سيناتور أصبحت موجودة هنا عندي في الرسالة. إذا جميع الرسائل الآن التي سأرسلها ستحمل هذا الطابع في أسفلها بعد نص الرسالة وفحوها التي أرسلها. ما علي الآن إلا الضغط على Enregistrer، وقبل ذلك لدينا هنا اختيارين،
ajouter automatiquement ma signature au nouveau courrier que je rédige. نعم هذه مقبولة. لكن في الأسفل هنا ajouter automatiquement ma signature au courrier que je transfère ou auquel je réponds. يعني إذا كنت في محادثة مع شخص أعرفه ويعرفني فلا داعي لي أن أرسل إليه توقيعي دائما. فهذه تبقى اختيارية ومن يرغب في ذلك فليضع لها علامة هنا ثم نضغط على Enregistrer. إذا الآن البرنامج أخذ بعين الاعتبار ما سيناتور وسيقوم بالحفظ بحفاظها ومن الآن فصاعدا فرسائلي كلها مختومة بهذا الطابع. Pièce jointe. Préférence de partage. Pour les fichiers que je sélectionne sur OneDrive. OneDrive هو سحابة للتخزين تصل ساعتها تقريبا إلى 50 جيجا كذلك مثلها مثل الأوتلوك. Me demander comment les partager à chaque fois. سأتركها par défaut كما هي. Pour les fichiers que je choisis dans les fichiers de groupe. Me demander comment les partager à chaque fois. Toujours les partager sous forme de lien OneDrive. هذا يبقى اختياري سأتركها كما هي par défaut. M'avertir lorsque je m'envoie un message dans la pièce jointe semble manquer. عندما أكون أرسل رسالة سيخبرني بأنني لم أرفقها بمرفقات. نعم إذا رغبت في ذلك. وهنا يمكنني إضافة بعض السحابات التخزين التي أنا مسجل بها أو والتي أضع فيها بعض الوثائق الخاصة بي من قبل وان درايف، جوجل درايف، دروبوكس إلى غير ذلك. غاجل، وهذه مهمة جدا كما رأينا في قبل في نافذة رونجي وكذلك ديبلاسي فير. يمكنني إضافة قاعدة أخرى بالضغط على أجوتي إن نوفيل غاجل. دوني أن نو أفوت غاجل. سأضع مثلا ماي رسالة. أجوت دون كونديسيون. لا كونديسيون دو يعني كل رسالة أتت من على حسب يعني تصنيف القاعدة على حسب المصدر دو. سأضغط على دو فيقول لي من الشخص. سأختار عنوانا بوزيان محمد مثلا. يعني أقول له كل رسالة توصلت بها من طرف هذا الشخص. وهنا يمكننا إضافة شرط آخر أجود دون أكسيون. إذا الأكسيون هي العمل الذي سيقوم به البرنامج في كل مرة توصل برسالة من هذا الشخص المعني بالأمر. أقول له ديبلاسي فير ضعها في، كوبي فير انقلها إلى، ترانسفيري ا شخص. إذا هذه كتبقى كلها اختيارات. سأقول له في إطار التنظيم ديبلاسي فير. سيقول لي اختر الملف الذي تود أن تضع فيه الرسائل التي تأتيك من هذا الشخص. أختار الملف سأقول مثلا له ضع في سيرتي بورت. إذا هكذا أكون قد حررت قاعدة للبرنامج. من الآن فصاعدا كل الرسائل التي تأتي من هذا الشخص سيقوم البرنامج بتحويلها إلى سيرتي بورت ولن أجدها في لابوات دو ريسبسيون. إذا هذه قاعدة وضعتها للبرنامج وسيقوم بتطبيقها. ما علي الآن إلا الضغط على انغوجستري لكي يأخذ البرنامج بعين الاعتبار. وكما تلاحظون فهو قد وضع هنا ضمن القواعد التي سبقا وضعناها سالفا عبر بوابة رونجي وديبلاسي. إذن هو يكتب نص القاعدة. Si le message a été reçu de si Mohamed Bouzian, déplacez le message vers le dossier CertiPort et arrêtez de traiter les règles supplémentaires sur ce message. إذن هذه القاعدة توضح بأن القاعدة أخذت بعين الاعتبار. يعني من الآن فصاعدا فالبرنامج سيقوم بتوجيه جميع الرسائل التي يتوصل بها من طرف هذا السيد إلى ملف CertiPort. هكذا يمكن تطبيقها على مختلف الرسائل بإضافة قاعدة أخرى واتباع نفس المراحل ونفس الطريقة. رونجي وهي طريقة وهي القاعدة التي طبقناها في الأعلى رونجي. Pour les messages reçus de l'adresse التي قمنا باختيارها سالفا conservez le dernier message et archivez le reste. سنحافظ على آخر رسالة والباقي سيذهب به إلى أرشيف. هذه القاعدة هي التي قمنا بوضعها هنا سالفا أثناء الشرح. Courrier indésirable وهو الملف الخاص بالملفات الغير مرغوب فيها والتي تشكل خطرا على notre boîte à lettres. Domaine et expéditeur bloqué. هنا نجد أسماء أو المصادر التي قمنا بوضع بلوكي لها كما رأينا في الدوسي انديزيرابل. هنا نجد جميع العناوين التي تم إيقافها.
دومين اكسبيديتور بلوكي. اذا هنا سنجدها اذا ما اردنا ان نحذف ان نفعلها من جديد لكي نزيل لها على البلوكاج او نمسحها ديفينيتيفمون. بيرسوناليزي لي اكسيون فاس دو ميساج. هنا في لا زون دو ليكتور عندما نكون بصدد الاطلاع على محتوى رسالة توجد لدينا في الاعلى هاد لي طاش يمكن اغناؤها او حذف بعضها. ساحذف مثلا امبريمي، لاحظوا بانه تم حذفها، ساضيفها، لقد تمت اضافتها. تغدوير، هكذا يمكن التعامل مع هذه الخاصيات باضافتها الى هذا لباغ دي طاش الموجوده اعلى الرساله التي نقوم بقراءتها. باغ دوتي، لباغ دوتي اثناء تحرير الرسائل، عندما نكون بصدد تحرير رساله ما هي الخاصيات التي نود اظهارها لكي نتعامل فيها مع نص التحرير. بار ديفو لدينا جواندر، انسيري ديماج، انسيري ديماج جيف اي ديزيموجي، افيشاج دي زوبسيون دو ميزون فورم. يمكننا اضافة بعض الخاصيات الاخرى، فهذه عملية تبقى اختيارية كل على حسب حاجته. سانكرونيزي لو كوريي، وهذه اشرنا اليها من قبل بالسماح لأوتلوك لكي يقوم بسانكرونيزاسيون مع مختلف لي بيريفيريك التي تستعمل كذلك فيها اوتلوك. ساتركها بار ديفو كما هي لكي لا تغير علاقه الابليكاسيون مع مختلف لي بيريفيريك التي استعملها من قبيل التابليت والهاتف النقال. جيستيون دي كوريي اوبسيون دي ميساج لور دو لا دي كونيكسيون، يعني هنا البرنامج يطلب مني فيدي لو دوسي اليمون سوبريمي عندما اغلق حسابي. انا لا احبذ هذه الفكره لانني احتاج الى استرجاع تلك الرسائل اذا ما احتجت اليها. ماسكي كوم لو، كما سبق ان راينا فالرسائل التي لم تقرا تكون مكتوبه بخط واضح وظاهر اكثر من الرسائل الاخرى التي تمت قراءتها. ماسكي لي زيليمون افيشي كوم لو دي كيل سون سيليكسيوني، إذا ضغطت عليه بمجرد أن أضغط عليه فهو يعتبر قد تمت قراءته. ماسكي لي زيليمون افيشي كوم لي لو ابري 5 سكوند، كل رسالة توصلت بها ومرت 5 دقائق تعتبر بأنها قرأت. ماسكي لي زيليمون افيشي كوم لو لورسكو لا سيليكسيون شونج، بمجرد أن أغير أذهب إلى قراءة رسالة أخرى فستعتبر الجديدة باعتبارها قرأت. ne pas marquer automatiquement les éléments comme lu. لا تقوم باعتبارها قرأت بشكل تلقائي، هذه تبقى اختيارات سأتركها par défaut. confirmation de lecture، choisis comment répondre aux confirmations de lecture. في بعض الأحيان نتوصل برسائل من أشخاص، هؤلاء الأشخاص يطلبون منا la confirmation qu'on a reçu بأننا قرأنا. me demander avant d'envoyer une réponse، هنا أطلب من البرنامج أن يطلب مني ذلك قبل أن يرسل جوابا إلى المعني بالأمر. toujours envoyer une réponse، أسمح للبرنامج بأن يرسل أجوبة تلقائية دي كونفيرماسيون باعتبار أنني قرأت الرسالة إلى جميع الأشخاص بطريقة تلقائية. ne jamais envoyer de réponse، لا ترسل أبدا أي رسالة، سأتركها كما هي بشكل تلقائي par défaut. traduction، choisissez le mode de traitement des messages reçus dans d'autres langues. toujours traduire. me demander avant de traduire. ne jamais traduire. هذه تبقى اختيارات للترجمة يمكن التعديل عليها إذا كنا نستعمل الترجمة بشكل مستمر. transfer، في هذه النافذة يمكن تفعيل خاصية تحويل الرسائل من Outlook إلى حسابات ثانوية أخرى من قبيل جيميل، ياهو، وندو وغيرها. إذ بمجرد أن أقوم بتفعيلها Active le transfer فهو يطلب مني هنا إدخال بريد إلكتروني كي أصدر إليه الرسائل إذا ما رغبت في ذلك. سأدخل إليه مثلا جيميل. conserver une copie des messages transférés، إذا ما رغبت في وضع الحفاظ بنسخ هنا داخل الأوتلوك إذا قمت بإرسالها ستذهب إلى هذا العنوان وستبقى نسخة هنا في الأوتلوك. إذا ما علي الآن إلى الضغط على انغوجستري، وهذا عمل يبقى اختياري، أنا لن أقوم بهذه العملية. أبوندوني. استراتيجي دو ريتونسيون، وهي خاصية تهم تنظيم توقيت عملية الحذف الأوتوماتيك للرسائل والتي نتوفر عليها ضمن لابواط أليتر أوتلوك.
بتحديد مدة زمنية معينة لعملية الحذف، يعني نضع له برنامج لعملية الحذف، إذ بمجرد أن نضغط على Ajouter une nouvelle stratégie البرنامج سيقترح علينا المدة الزمنية التي يتم اختيارها، مثلا أسبوع أو شهر أو أبدا بعدم مسح الرسائل أو 6 أشهر أو سنة. هذا اختيار يبقى كل على حسب استعماله للبوات خليط التي يتوفر عليها. إذا بعد اختيار المدة الزمنية نضغط على Enregistrer. أنا لن أفعل هذه الخاصية وسأضغط على Abandonner. لدينا كذلك اسميم، وهي خاصية تسمح لنا بلو شيفراج لا سيناتور نيميريك دي كوريي اونفويي، وهي الان غير مفعلة وتسمح لنا بثلاث اختيارات: شيفري لو كونتوني اي لي بيس جوانت دو تو لي ميساج كو جونفوا، اجوتي ان سيناتور نيميريك ا تو لي ميساج اونفويي، شوازير اوتوماتيكمون لو ميور سيرتيفيكا بور لا سيناتور نيميريك. ولدينا كذلك هنا جروب، فو بوفي شوازير دو ريسيفوار اون كوبي des courriers que vous envoyez à un groupe dans votre boîte de réception. Vous devez être membre de groupe et suivre le groupe dans votre boîte de réception. كنا رأينا في الفولي الخاص بالدوسي في الأسفل بأن لدينا إمكانية خلق دي جروب والتواصل معها. هنا لدينا شرط: m'envoyer une copie du courrier que j'envoie à un groupe. إذا كنت مثلا في تواصل مع un groupe فهو سيأخذ الرسالة التي أرسلتها ويضعها على يدي في boîte de réception. إذا قمت بتفعيلها هنا، أنا لا أرغب في ذلك لجعل لو جروب مستقل عن لا بواط دو ريسيبسيون. نكتفي بهذا القدر لكي لا نطيل الفيديو، وفي الفيديو المقبل إن شاء الله سنتطرق إلى كالندريي، كيفية التعامل معه، كيفية تنظيم لي غيونيون، كيفية تنظيم لي تاش، لي بيرسون، لي كونتاكت الذين نتعامل معهم.